أهلا بكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة من برنامج حقائق ورقائق لتصحيح المفاهيم وترقيق القلوب. هيكون معنا بإذن الله فضيلة الإمام الدكتور محمد عبد ربه إمام وخطيب وزارة الأوقاف للإجابة على أسئلة الحلقات. وسؤال حلقة النهاردة: أيهما أكثر وجوبا في أوقات الأزمات، أداء العمرة أم إطعام الفقراء؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد، معالي الدكتور، في إجابتنا على سؤال معاليك حول المفاضلة بين إعانة الفقراء والمساكين أو أداء العمرة، نقول وبالله التوفيق مما لا شك فيه أن المفاضلة بين العبادات من أدق أبواب العلم، لأنها مفاضلة في درجات القرب من الله تعالى. ولعل هذا السؤال طرح على الساحة بمناسبة هذا الوباء، أعني فيروس كورونا الذي حل بالعالم كله، مما ترتب عليه في عالمنا العربي والإسلامي أمران: الأول، قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء العمرة هذا العام حفاظا على أرواح الناس. الثاني، قرارات كثير من الدول بحظر التجول وتقليل ساعات العمل وإغلاق كثير من المنشآت، مما ترتب عليه ظهور فئات فقيرة وخاصة التي تعتمد على الأجر اليومي. فطرح هذا السؤال: أيهما أولى، أن يطعم الإنسان وأن يساهم في إغناء الفقراء والمساكين، أو أن يؤدي العمرة؟ نقول وبالله التوفيق، لا شك أن إعانة الفقراء والمساكين أولى وأوجب من أداء العمرة في هذه الظروف العصيبة. أولا، لأن العمرة عند الإمامين أبي حنيفة والإمام مالك سنة مستحبة، مستدلين بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها عندما قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعند الإمام الشافعي ورأي للإمام مالك أنها واجبة وعلى فرض وجوبها، إلا أن سد جوع الفقراء وإغناء المحتاجين في هذه الظروف العصيبة فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فهو أولى ومقدم على أداء العمرة. وقد نقلت دار الإفتاء المصرية عن جماعة من الفقهاء أنه إذا تعينت المواساة في حالة المجاعة وازدياد حاجة الناس، فعلى من أراد حج الفريضة أن يقدم حاجة الناس على أداء الفريضة، للاتفاق على وجوب المواساة حينئذ على الفور، بخلاف الحج الذي اختلف فيه العلماء هل هو على الفور أم على التراخي. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الحج والصدقة أيهما أحب إليك؟ قال: الحج إلا إذا كانت سنة مجاعة. والإمام ابن تيمية رحمه الله كذلك يقول عمن أراد الحج: إذا كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل وأولى. وبناء على ما سبق نقول، إذا كان الأئمة قد قدموا الصدقة وإغناء الفقراء على الحج وهو فرض عين، فلا شك أن تقديم إعانة الفقراء والمساكين أولى من أداء العمرة. ويكفي أن نعلم أن الشرع الحنيف راعى ترتيب الأولويات، فأمر عند التعارض أن تقدم المصلحة المتعدية على القاصرة، والعامة على الخاصة، والمتيقنة على الموهومة، وهذا هو الموافق للقاعدة التي قررها الفقهاء، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وخاصة إذا كانت المفسدة عامة والمصلحة خاصة. والمصلحة الخاصة هنا معالي الدكتور هي أداء العمرة، والمفسدة العامة هي شيوع الفقر وحاجة الناس عند نزول البلاء. وهنا تصبح المعاونة في سد حاجة الفقراء وإغناء المحتاجين، وهي المفسدة العامة، مقدمة على المصلحة الخاصة وهي أداء العمرة. ويكفي هؤلاء الذين حزنوا لعدم أداء العمرة أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبي وهو يعلم. وما علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما قال: ليس بمؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. ويكفي هؤلاء ما جاء في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال قال: أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو أن تقضي عنه دينا، أو أن تطعمه خبزا. وما علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى عندما سئل عن أفضل الأعمال قال: إدخال السرور على مؤمن أشبعت جوعته، أو كسوت عورته، أو قضيت حاجته. والخلاصة أن إغناء الفقراء وسد جوعهم وإقالتهم من العوز وذل السؤال أفضل عند الله من أداء العمرة، لأن حق الإنسان في الحياة الكريمة هو أعلى حق مقدس في الإسلام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسنت فضيلتك، ونفعنا الله وإياكم والسادة المتابعين دائما بكل الإجابات القيمة اللي حضرتك بتفضل بيها في البرنامج، وإلى أمل في حلقة قادمة.